بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع حادثة الإفك، ولازلنا مع أحداث هذه الحادثة. كان في الحصة الفاتت اتكلمنا فيها عن إن السيدة عائشة عندما وصلت إلى المدينة مكثت مريضة شهر، وعرفنا أنها قد يعني استغربت أو اندهشت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معها في مرضها هذا، وقالت لم أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله حينما أمرض، وإنما كان يدخل عليه ويقول ما الكلمة التي كان يقولها النبي، ممكن تذكر لنا؟ أيوة، كيف تيكم، يعني كيف حالك. وعرفنا أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذهبت بعد أن نقهت، يعني تماثلت للشفاء، لتقضي حاجتها. من التي ذهبت مع السيدة عائشة لتقضي حاجتها؟ هي أم مصطح. وأين ذهبوا؟ المكان الذي ذهبوا له أيوه هو اسمه المناصع. وعرفنا أنه أم مصطح أخبرت السيدة عائشة. ماذا فعلت السيدة عائشة عندما علمت بالخبر؟ ماذا فعلت؟ أو ذهبت لتستيقن الخبر، أو ذهبت لتسأل أبويها، استأذنت النبي أن تذهب إلى أبويها لتستيقن الخبر. وفعلا قلنا السيدة عائشة ذهبت إلى أبويها لتستيقن الخبر فعلا. تركناكم في المكان ده ونواصل. ذهبت السيدة عائشة أول ما دخلت إلى بيت أبويها، صادفتها أمها أو وجدت أمها فسألتها، قالت لها يا أمه أصحيح ما تحدث به الناس؟ الكلام اللي بيقولوا الناس ده صح؟ فأمها قالت لها يا هنتاه، يعني يا بنية يا بنتي يا هنتاه، هوني على نفسك الشأن، أو هوني على نفسك الأمر، يعني ما تكبر الموضوع ده وتديه أكبر من حجمه. يا هنتاه هوني على نفسك الشأن، إنه لم تكن امرأة قط وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثر. يعني قلت لها الموضوع ده ما تكبري، وأصل أي مرأة أو أي زوجة جميلة وزوجة بحبها ولها ضرائر، ضرائر يعني جمع إيه؟ جمع شنو ضرائر؟ جمع ضرة، ولها ضرائر إلا أكثرن، يعني أكثرن فيها الكلام بالحق وبالباطل. على كل أرادت أم السيدة عائشة أن تهون عن بنتها وقع الخبر، فلذلك قالت لها هذه الكلمات. السيدة عائشة عندما تيقنت من الخبر وعلمت صحة الكلام قالت سبحان الله سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ يعني هي كانت مستبعدة إن الناس يتكلموا في كلام زي ده. لما اتأكدت طوال قالت سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ ثم قالت السيدة عائشة فجلست أبكي. لما اتأكدت من الخبر قالت فجلست أبكي، لا يرقأ لي جفن ولا أكتحل بنوم، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. يعني قالت معنى كلامه إن أول ما تأكدت الدموع نزلت طوال، بقيت الدموع ما بتجيف، لا يرقأ لي جفن يعني الدموع نازلة على طول، ولا أكتحل بنوم بمعنى إنه صارت لا تنام لا بالليل لا بالنهار ولا في أي وقت، وذلك من هول الفاجعة ومن هول الخبر الذي عرفته والذي وقع بها. طيب دي السيدة عائشة، وقالت أنها بكت ليلتين ويوم. نترك السيدة عائشة مع أمها ومع أبوها ونرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام شاور الصحابة معه وسألهم عن هذه الحادثة، وسأل بعض الصحابيات، شاور اثنين من الصحابة، استشار اثنين من الصحابة، وسأل اثنين من الصحابيات. من هم الصحابة الذين شاورهم أو استشارهم؟ ومن هن الصحابيات اللاتي سألهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الصحابة الذين استشارهم النبي في فراق أهله سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكذلك سيدنا الإمام علي ابن أبي طالب
رضي الله تعالى عنه. ذيل الصحابة اللي استشاروا من النبي صلى الله عليه وسلم في فراق أهله، عندما سأل أسامة رضي الله تعالى عنه قال له أسامة: هم أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. ده كلام أسامة، يعني قال الرسول هم أهلك، يعني دي زوجتك، هم أهلك يعني هذه زوجتك، ونحن ما رأينا في السيدة عائشة إلا كل الخير. طيب الرسول جاء أيضا استشار سيدنا الإمام علي، ونحن نعلم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه الشقيق يعني، وبالإضافة لذلك زوج بنته، يعني صهره وادعمه الاثنين. فلما الرسول سأله أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفاجعة هؤلاء، فقال له: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك، والنساء سواها كثير. إن الله لم يضيق عليك في الزواج، يعني نحن نعلم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه يجوز له أن يتزوج أكثر من 4. طبعا الرجال المسلمين عاد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج حد 4، أكثر من 4 لا يجوز، لكن يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما يشاء من النساء. لأجل ذلك الإمام علي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك في الزواج، يعني والنساء سواها كثير، يعني ممكن تتزوج غيره. واسأل الجارية تخبرك، وأنا ما بقدر أفتي لك في الكلام ده أو أديك حقيقته، أسأل جارية البتخدمة المعاها، هي البتديك الخبر اليقين، لأنها معاها مصاحباها، والنساء أعلم بالنساء. فعلا طبعا هنا في ناس بيقولوا سيدنا علي اتهم السيدة عائشة، حاشا وكلا، لم يفعل ذلك، وكلامه ليس فيه أي اتهام، وإنما هو كلام ابن العم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نجي نشوف النساء السألهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من النساء الجارية نفسها اللي هو سيدنا علي قال لها سأله، وهذه الجارية تسمى بريرة، وسأل السيدة زينب بنت جحش، سأل السيدة زينب بنت بنت جحش. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية بريرة عن هذا الأمر، فقالت له: والذي بعثك بالحق نبيا. طبعا دي الصيغة دي تسمى قسم، والذي بعثك بالحق نبيا. بريرة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله إن رأيت عليها شيئا أغمضه، إن رأيت عليها شيئا أغمضه، أغمضه يعني أعيبه، يعني أعيبه، يعني أنا لم أرى في السيدة عائشة عيب قط. والذي بعثك بالحق نبيا إن رأيت عليها شيئا أغمضه، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني بس قلت له لو عائشة فيها عيب، وده ليس بعيب. إن بنت صغيرة، بنت صغيرة يعني جارية حديثة السن، والدلالة على إنها صغيرة تنام عن عجين أهلها، يعني لو خدت عجين كده وقالوا لها خلي بالك منه انتبهي له، بتنوم تسيبه زي ما هو، فتأتي الداجن فتأكل هذا الخبز أو هذا الخمير أو هذا العجين، فتأتي الداجن فتأكله. كلمة الداجن يعني شو؟ ماذا تعني كلمة الداجن؟ الداجن هي الحيوانات الأليفة في البيت، الحيوانات الأليفة، ده معنى كلمة الداجن، هي الحيوانات الأليفة، فتأتي الداجن فتأكله. إذن ده كلام الصحابة في السيدة عائشة. نقف معكم في هذه النقطة من القصة ونواصل بإذن الله في الحصة القادمة. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.